وللوقوف أكثر على انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين ومقدساتهم ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. أهلا بك معنا سيد أحمد. السلام عليكم، أنا لا أسمعكم جيدا لأنني في الواقع وفي الميدان، ولكن الاحتلال يستعمل كل أدوات البطش والقمع من الخيالة والأدوات القذرة والمياه العادمة، ويستخدم كل القوة للسيطرة على الحيز والمكان ويمنع المصلين من الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، والشبان من والأسر المقدسية من التواجد باب العمود، هو باب العزة والكرامة، هو البوابة الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك وإلى كنيسة القيامة كما ذكرتم. ولكن الاحتلال يريد الهيمنة ويفرض سيادة بالقوة، المدينة مختنقة مخنوقة والمدينة أسيرة بكل السوات الحديدية التي يضعها الاحتلال، يريد أن يصدر العنف للمدينة من خلال إتاحة المكان للمستوطنين. المستوطنين الذين يحضرون تحت حماية قوات الاحتلال هم من صدروا العنف وهم من ولدوا العنف، والاحتلال يوفر كل أدوات القمع والبطش من حولنا، يدفعون المواطنين، يعتقلون الشباب، يمارسون ضرب القنابل الصوتية، ويستخدمون مزيدا من القوة من أجل بطش الشباب المقدسي. الشباب المقدسي فقط يريد، متعطش للقاء المسجد الأقصى المبارك، متعطش لإحياء أجواء شهر رمضان المبارك، يريد أن يجلس في المساحة المتاحة له بعد كل أزمة كورونا وكل ذرائع الاحتلال بإغلاق المدينة. ولكن المدينة ذاهبة إلى إغلاق أكبر، إلى قمع، إلى هيمنة بالقوة، إلى تقويض الاقتصاد والهيمنة على المدينة من كل مناحي الحياة. هذه ظروف مدينة القدس حاليا، ومزيدا من العنف يولده الاحتلال في العشر والأواخر من شهر رمضان المبارك، وبالتالي يصدر انتفاضة ثالثة هو مسؤول عنها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وبجميع أنحاء الوطن الفلسطيني. نعم، قوات الاحتلال يعني كيف تلقفت دعوات السفارة الأمريكية إلى التهدئة، وكيف تلقفت قلق السفارة والقيادة الأمريكية؟ الاحتلال بسماعات الصوت دعا إلى التهدئة، وادعى بأنه يمارس حرية دينية للمقدسين لممارسة ذلك، ولكن بالواقع أنه لا يتيح. باللحظة التي أكد على حرية، يا ساتر، لا أكد على حرية، حرية العبادة وحرية دينية، ولكن في الواقع الحقيقي أن الاحتلال يدفع بالمقدسين بالقوة وبالعنف، وبحالة هوس أمني، الاحتلال في حالة هوس أمني، والآن يعني يقمع الشباب بهذه اللحظة بالذات. نعم سيد أحمد، يعني هل أنت بخير؟ هل تستطيع إتمام هذه المكالمة؟ ولكن ظروف صعبة ليست سهلة، دفع بالأحصن، دفع المقدسيين، قمع كل ما هو مقدسي سواء صحفي أو شاب أو طفل أو فتاة أو أسرة مقدسية. نعم، نتمنى لك السلامة سيد أحمد. إن كنت تستطيع إتمام المكالمة سوف نتمها، وإن لم تستطع فسوف نتم نشرتنا. تفضل. نعم. يعني هذا هو الواقع، فالأمر بسيط، أن الاحتلال يدعو كلاميا بأنه يريد التهدئة ويريد الخير للمصلين، ولكن بالواقع بالبسيطة التي يدعو بها ذلك يمارس القمع والبطش وهذه الازدواجية نعرفها على الاحتلال، يريد أن يجمل صورته، ولكن الصورة الحقيقية بشعة وقذرة بامتياز. نعم، تحرك المقدسيين هل لاقى يعني استجابة أو تعاطفا في مناطق أخرى؟ هل خرج الفلسطينيون في مناطق أخرى متعاطفين مع المقدسيين؟ وإسلامي فلسطيني، وهناك دعوات من الضفة الغربية من بيت لحم من رام الله إلى القدس، كل هذه الدعوات الآن يدفعون الشباب بالقوة، كل هذه الدعوات من الضفة الغربية، واضح أن القدس بالذات هي العنوان الحرب والسلم، فبالتالي الاحتلال يجب عليه أن يتخذ ويأخذ العبر من هذا الواقع الأليم، فإذا أراد بطش القدس وقمع القدس والهيمنة على القدس لن يسكت الوطن الفلسطيني، وممكن أن تكون هنالك انتفاضة ثالثة، والمقدسيين جربوا عام 2017 في معركة البوابة الإلكترونية التي أدت إلى انتصارا مقدسيا لوحدتهم الوطنية، وبالتالي الاحتلال بكل معارك القدس لن يستطيع أن يهيمن على هوية المدينة الأصيلة العربية
بالقوة. نعم، إذن أحمد الصفدي الصحفي الفلسطيني كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القدس، نتمنى لك السلامة ولجميع المقدسيين هناك.